الحسن الظن بالله ثقتك بما عنده، ثقتك في ربك وأن الفرج قادم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المؤمن لا بد أن يحقق حسن الظن في الله ولا يفقد، ولهذا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. زار الحبيب يوما عليه الصلاة والسلام زار صحابيا يجود بنفسه وروحه تتقعقع، تخرج قال: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموطن إلا وجبت له الجنة. جميل. وأنت خائف أن تكون مطمئناً بأن الله أرحم بك من نفسك. ومن أعظم ما يفتح على الإنسان باب الأمل في الحياة أنه يطمئن أن الله سبحانه وتعالى عندما قسم الرحمات وجعلها 100 لم ينزل في الدنيا إلا واحدة، وجعل 99 عنده في الآخرة. تدري لما؟ لأن يوم القيامة حتى أمك ستفر منك، ستفر منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا هؤلاء يفرون منك؟ أبناؤك، زوجتك، أمك، والدك، أين إلى أين تذهب؟ إلى أرحم الراحمين، إلى أرحم الراحمين. فهنا تحسن الظن بالله، ولذلك العبد يعمل وهو يحسن الظن، يعلم أن عمله قد لا يوصله الجنة، لكنه مع العمل لديه ثقة في الله جل وعلا. وفي الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين، فيقبض من النار قبضة فيقول: هي إلى الجنة ولا أبالي، سبحانه وتعالى. إذن هذا اللي يجعل الإنسان يطمئن وينشرح صدره. تفاءل أيها المبارك، تفاءل في المقام الأول. إذا دعوت ربك ثق بأنه يجيبك. يا أخي لا يقنطك الشيطان: دعوت ودعوت ولم يجب لي، حتى لو ما أجيب اليوم يمكن يدفع عنك بلاء، يمكن الله يجعلها لك نورا على الصراط، ما تدري أين ستنفعك. لكن الدعاء، مجرد الدعاء عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا تقربت إلى الله بعمل صالح فأحسن الظن أن الله يتقبل. بعض الناس يقنط يقول: والله عملنا وعملنا، لكن يأتي الشيطان يقول: ونسيت الذنوب الماضية، يعني الآن هامك عشانك حفرت بئر ولا طبعت مصحف ولا كفلت حافظا أو داعية، وين الذنوب الماضية؟ ثق في الله أنك إذا عملت عملا أن الله جل وعلا سيجازيك عليه. وأبشركم أنتم عملتم أعمال كثيرة من الخير جميعنا قد نسيها، لكنها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.